مدينه في بلد كبيره زي بلد المنصوريه ما عندناش مستشفى. فين دلوقتي حق المواطن؟ فين دلوقتي حق المواطن اللي المفروض لو عيل في اي وقت لا قدر الله يدخل مستشفى يتعالج ببلاش؟ دلوقتي المستشفى المفروض من 2001 كانت بقت مستشفى عامه، دلوقتي من اي حق مواطن دلوقتي يخش اي مستشفى؟ فين المستشفى اللي من حق المواطن يخشها؟ من 2001 المفروض كانت بقت مستشفى، دلوقتي كل الحاجات اللي في المستشفى الموظفين اللي في المستشفى خدوها وعملوا قافله طبيه من بدات الساعه 12 يوم الجمعه، بدات الساعه 12 بعد الظهر انتهت ما كملتش ساعه ساعه ونص، وكان الحاجات المفروض اي شريط بالشام اي دواء كان بيطلع كان مختوم بوزاره الصحه كان بيتباع. فين الحاجات اللي في المستشفى؟ الله اعلم. دلوقتي اقرب مستشفى لنا في بلد او سين، انا مش عارف دلوقتي ايه ظروف البلد ماشيه في اللي فين، الله اعلم. حتى الطريق دلوقتي طريق باص خاص، المستشفى اتدهمرت، السور بتاع المستشفى يقول لك مش عارف متكلف كام وكام، وهو اصلا ما يتكلفش، لكن من حق الشعب اصلا فين؟ واحنا دلوقتي عايشين في بلد ما فيش حد دلوقتي كان واحد اسمه مصطفى من الباب، هو اللي عمل له وكان جاب لها مليون جنيه، خدوه بعد كده قال لك اتهدت وانصرفت الشبابيك. شوف الناس اللي في اغلب كانوا كم شباك وكم تكييف وكم والاسانسير وهددوها وخلوها خرابه دي. فعلا تهدد بغت خرابه. تعال دلوقتي انت لو روح لو النفس بقى اتعور وراح ما يلقاش حد فيه، حتى الموظفين اللي فين الموظفين اللي فيه؟ فين اللي هم فيها؟ تخش المجاري ضربه في قلبها جوا، وفعلا المجاري ضربه في قلبها. اللي عاوز يشوف يجي يشوف على الطبيعه فعلا والله المجاري خراره جوا. انا كنت شغال فيها وبنضفت بقت خراره. بقت خراره. والله خراره جوا فعلا. طب لو حصل لك لو حصل اي حاله عندكم بتروح فين؟ حد تعب؟ هي وسيم. مش غير وسيم او الاعداد بقى الخارجيه. ام 100 ام 1000 ام 500، لكن هنا ده انا رحت لو ده لو لقيت حد وقلت له بقى متعوض يقول لك هتديني كام. بس هي الحمد لله ما فيهاش حد. الحمد لله ما فيهاش حد. وبتحمل مين المسؤوليه دي؟ مين؟ الحكومه وبتوع البلد من جوه، وفيهم ناس من البلد. الحكومه. وفيهم ناس من بتاع البلد، قول لهم هات الرقاصين اللي بيرقصوا دول اللي هم فيه، قول لهم تعال. ده كان فيها دكتور اسمه محمود مش عارف كان من الهرم ولا ايه، كان مشغلها لحسابه تجاره لحسابه. تجاره لحسابه. يقول لك اللي هتعمل بتاع مش عارف بتاع الحمله تدفع 3 جنيه، اللي هتيجي تدفع مسكره تدفع 5 جنيه، ويقول لك هو مدير المستشفى.